ضائعه لعلودي ينطلق لعلودي كنطلق ينطلق لعلودي بقى راسو شعري شداد. السلام عليكم بعدا وكنشكركم نتوما على الاستضافه وشرف كبير لي انني نكون معكم اليوم وتوحشكم كما تنقولوا وتوحش الاهازيج ديالكم وتوحش الاجواء اللي كانت كتدور فيها المقابلات بعوب خلاصه توحش الاجواء المراكشيه واتيكا الدقه المراكشيه. شوفوا كما كتعرفوا كان نهاية المشوار ديالي كانت فريق الكوكو مراكشي وقبل كل شيء انا حصل لي الشرف انني حملت القميص ديال هذا الفريق العريق والفريق الكبير التاريخ ديالو بالمسيري اللي دازو فيه ولا المسيري اللي اشتغلت معهم ولا الجماهير الكبيره ديالو حصل لي الشرف انني لعبت فيه. بعد الاعتزال كانت وقعت لي ظروف عائليه لان كانت زوجة ديالي مرضات الابنه ديالي مرضات اني صافي قررت اني ماشي قررت مي ظروف جابت انني كنت متواجد ديال فرنسية وطقت جالس ما تقريبا عامين. حاليا ما كنشغلت حتى شي منصب. كنت حصلت على دبلوم سي في مدينه مراكش وكنتسنى يقولوا لينا امتى ندوزوا للدبلوم بي باش ندوزوا ان شاء الله ومن بعدها نشوف منصب مناسب في المكان المناسب ونحاول نبدا مسار جديد مشوار جديد ان شاء الله بحول الله. شوف ما غاديش نقول لك ان كان متوقع وانما كان احتمال لان المشاكل اللي كان كيتخبط فيها الفريق المشاكل السياسيه ماشي واش سياسيه او ماشي سياسيه ولكن هذه بوادر كتخليك تقول انها مشاكل سياسيه مي مشاكل تسييريه تطاحنات داخل الفريق ما كاينش استقرار اداري ما كاينش استقرار تقني ما كاينش استقرار حتى من ناحيه التركيبه البشريه ديال 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 الفريق لان كل موسم كتشوف تشكيله جديده مكتب موسيقي جديد اطور وطنيه جديده ما يمكنش شي واحد يشتغل فهاد الخاسر الاول والاخير هو الفريق والجمهور ديالو. شوف انا قلتها لك دابا قبل قلت لكم باللي راه الخلل هما مجموعه من المشاكل اللي كيتخبط فيها الفريق كما قلت لك تطاحنات على المناصب وتغيير في المجال التسييري للفريق الاداره ما كاينش استقرار فني. كان عندي معكم واحد الحديث قصير وقلت لك وقلتها وكنعاود نقولها كما قلت على فريق الرجاء البيضاوي راني غنعاود نقول على فريق كوكا مراكشي. الفرقه ما كيزوها غير ولادها الا ما كانش ولاد الفرقه في الفرقه وسيرتو ملي كتمر من ظروف اللي شويه صعيبه الا ما كانوش ولادها اللي كيغيروا عليها وتيبغيوها هما اللي قابطين بزمام الامور ما غنظنش انها غادا تمشى. كنتمنى ان المصالح الشخصيه ولا النزاعات اللي كتكون قصحيط الراس كيف ما تنقولوا ولا غير بنادم شاد الزكار كيف ما تنقولوا لي ديال العصافير الرويضه انها تزول. انا سبق ليا كنت درت واحد التصريح وما ما عجبش الجمهور المراكشي اللي هو الكريزي بويز وغادي نحاول ان شاء الله اليوم نذكركم بهذاك التصريح ونذكركم بالهضره اللي قلتها هذه 4 سنين يوم كانت القطيعه في مباراه ديال الوداد البيضاوي. كنت خرجت بالتصريح وقلت نهار كتقاطعوا التاريخ وكتقاطعوا الفريق لان قلت واحد الحاجه واحد النهار
قلت باللي كل شيء كيمشي، رئيس يمشي، مسير يمشي، لاعب يمشي، مدرب يمشي، حاجه واحده اللي كتبقى في الفرقه هو الجمهور، هو نتوما. دابا المشاكل اللي كتخبط فيها الفرقه اللي كيعيش فيها هو الجمهور، هو المتضرر الوحيد من هذا الشيء اللي واقع في مراكش. كنتمنى من الله ان هذا الشيء يدوز، لان الفريق ولا الجمهور ديالو ما يستاهلش هذا المكان هذا، وما يستاهلش هذا الوضع اللي فيه الفرقه. وضع مأساوي، وضع ما كيعجب حتى شي واحد. انا عندي اتصالات مع مجموعه من الناس اللي ما عندهم علاقه بفريق الكوكب مراكشي، وانما ما حابينش وما عاجباهمش الوضعيه اللي فيها الفريق. شوف، الحل الوحيد ان الكل يجتمع، او نمشي معك بعيد، ان اي واحد عنده مصلحه في فريق الكوكب مراكشي يا اما يدخل ينسى المصالح ديالو ويرجع الفريق الكوكب مراكشي باش يرجعوا الفريق ويلتموا ويديروا يدفيد ويرجعوا الفريق للقسم الاول. الا ما عندوش هذا الرغبة انه يمد يدو لواحد اخر ولا عنده معاه حسابات شخصيه، اقلتها حاجه كما تنقولوا يخلي الفريق من بعيد. يعني حتى هذاك المشاكل اللي كدار من بعيد، ولا كما انا ما عايش في مدينه مراكش، ولكن على ما تنسمع كما تنقولوا بلغه الزنقه، واحد تيحفر الاخر، ما حتى واحد ما مخلي الاخر يشتغل. كيداروا مجموعه من العراقيل، لا المكتب اللي كان قبل، لا المكتب اللي كان قبل. مشاكل كانت كتوقع كثيره لجميع المكاتب اللي مرينا فيها، واللي من البدايه ديالي مع فريق كوكو مراكشي وحنا كنسمعوا هذه الهضره، يحاولوا انهم يخليوا الفرقه في التقار، لان المتضرر الواحد ما كاين حتى شي مصلحه عندهم ان الفريق يوصل لهذا المستوى هذا، وما كنتمناوش انه يوصل لمستوى ادنى من هذا. انا اكيد ان المراكشيين عندهم غيره على، انا متاكد انهم عندهم غيره على الفريق ديالهم، انا متاكد انهم غادي تهزوا من نفسه وغادي يلتموا وغادي يعاودوا يرجعوا الفرقه للامجاد ديالها ويرجعوها تنافس على البطوله وتنافس على الالقاب ان شاء الله. رجعوا الفريق للمكانه ديالو، انا من الباب ديالكم ولا من المنبر ديالكم كنوجه نداء لجميع المسيرين السابقين فريق كوكب مراكشي وجميع الناس اللي خدموا فريق كوكب مراكشي، اللي باغي يخدم اللي كان فريق كوكب مراكشي، انهم خليو الخلافات الشخصيه وخليو النزاعات وخليو داك الشيء ابار. المتضرر الوحيد الفرقه والمدينه، حرام ديك المدينه وهذا الفريق بالتاريخ ديالو، الفريق ديالو يكون في هذه الوضعيه ونشوفوه بهذا المستوى هذا. رجعوا الفريق المكانه ديالو، التموا مع بعضياتكم، عونوا بعضياتكم، رجعوا الفريق، وديك الساعه الحساب، ديك الساعه تبدا المحاسبه كيف ما تنقولوا. صعيب نشوفوا الفرقه فهاد حاولوا تنساو. انا وجهه نظر ديالي هو اسباب شخصيه، انا التطاحنات وعدم الاستقرار الاداري بشكل كبير هو اللي مخلي الفريق فهاد هاد حيت ملي كيكون استقرار اداري تيكون استقرار تقني، تيكون استقرار تشكيله، تيكون فهمتيني، تيكون واحد المخطط ولا واحد البرنامج على المدى المتوسط والمدى القريب، المدى القريب، المدى المتوسط والمدى البعيد. كلمه اللي نقول لجمهور مراكش، نقول لهم شكرا بزاف 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 بزاف، يعني فاش رجعت الفريق كوكب مراكشي كنت قبل ما نرجع الفريق كوكب مراكشي كنت قررت انني نعتزل، وفضل الفريق كوكب مراكشي والجمهور ديال مراكش بالدرجه الاولى، وكان انا داك السي هشام الدمعي والطاقم الاداري ديال الطاقم التقني ديالو، وكان الاداره ثقوا فيا ورجعوني وبيكم وبيهم باش قدرت بفضل الله الدرجه الاولى قدرت انني المسيره ديالي تستمر واحد المده ديال 4 سنين. نقول لكم شكرا بزاف، وما تخافوش على الكوكب مراكشي، فرق كبير والفرق الكبيره ما كتمرض ما تموتش، غادي يرجع ان شاء الله فرق كوكب مراكشي، غير خليكم ورا الكوكب وساندوا وشجعوا ومعمر الثقه ديالكم تهز فريق الكوكب مراكشي. وكنتمنى من الله ان الفرقه ترجع اقرب وقت ممكن، لما لا الموسم الجاي ان شاء الله يكون هذا الموسم يكون موسم صعود، والموسم الجاي يكون فريق في القسم الاول، لانه يستاهل. حتى شي حاجه ما بعيده، باقي مرحله الاياب كلها، الفروق اللي في الصداره ما بعيداش بزاف، ممكن ان الفريق يرجع
خليكم ورا الفرقه، عاونوا ورا الفرقه، لاني قلتها قبل وغادي نعاود نقولها، الفرقه كل شيء يمشي فيها الى الجمهور ديالها اللي كيبقى وراها والتاريخ ديالها. ونتمنى حد موفق للكوفة مراكشي، وكنشكركم بزاف مره اخرى.